صباح الخير عليكم مشاهدي صباح الشرقية، صباح الخير، صباح التوفيق وراحة البال بإذن الله. صباح الخير عليكم من وين ما كنتوا تتابعونا، وأكيد قبل ما نبدي حلقتنا نصبح على رولا. صباح الخير رولا. يسعد صباح شهد ويسعد صباح كل مشاهدينا، يوم جديد وأمل يتجدد وبداية يومكم يا رب تكون مليانة بالخير والبركة. حلقة جديدة منوعة بها الكثير من الفقرات اللي تخص كل بيت عراقي، خلينا نبدأها بأهم العناوين. للسعادة مصادر كثيرة ولكن البعض يجدها في الطعام، ومن هذا الموضوع نزلنا للشارع العراقي وسألناهم هل الطعام يمثل مصدر للشعور بالسعادة وما هو طبقك المفضل؟ أسباب الجوع العاطفي وطرق التغلب عليه راح تحدثنا عنه مدربة الحياة رندا القاسم مباشرة من استوديوهاتنا في دبي. مبادرات نسوية تعزز التماسك الاجتماعي وتدعم المرأة نحو الاستقلال المادي في محافظة الأنبار. العلاقة بين الحالة النفسية والإفراط في تناول الطعام، هذا ما احترف عليه اليوم من اختصاصية التغذية رغد الجومرد مباشرة من استوديوهاتنا في أربيل. أبرز التمارين الرياضية الجماعية مباشرة من داخل إحدى صالات الجيم مع الكابتن جوليا. أما الأخبار المنوعة لليوم، امرأة بريطانية تتسوق بأكثر من $8,000 أثناء نومها، فما القصة؟ ويوتيوبر يواجه دب ضخم وجها لوجه أثر دخوله إلى حجرة بالصدفة في صربيا، وباقي تفاصيل راح نتعرف عليها بحلقتنا لليوم. من العناوين أكيد ننتقل إلى سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم واللي يقول هل الطعام تأثير على نسبة سعادتك؟ وشلون وما هو طبقك المفضل؟ أكيد راح تشوفون الكيو آر كود يظهر لكم على الشاشة مشاهدينا، تقدرون تستخدموه للانتقال إلى صفحتنا على الانستغرام، وأكيد راح نقرأ كل تعليقاتكم خلال الحلقة. رولا أنت شنو طبقك المفضل قبل ما نفوت بنسبة السعادة أو لا؟ شوفي أنا ما عندي أطباق مفضلة، ولكن يمكن الحلويات الشوكولات أكثر شيء. سويتوث أنت. يس أنا بالنسبة لي الحلويات وأي شيء متعلق بالشوكولات دارك شوكولات كل أنواع الشوكولات أنا يسبب لي سعادة، وأحيانا يعني مودي هو اللي يتحكم بكمية الأكل اللي أنا أتناوله. شنو بالنسبة لك أنت؟ أنا صراحة شوفي يمكن سألتيني حتى تحت الهواء، أنا بالنسبة لي أكل بكل وقت. يعني ها شايفة اللي يقولك حتى الأكل مو حلو أكله. أنا من عشاق الأكل، أكو ناس يقولون إنه إحنا ناكل على مود نعيش وأكو يعيشون على مود يأكلون. صحيح. أنا أعيش على مود أكل، أستمتع بيه، فيعني أكل زعلانة فرحانة راح أكل بكل الأحوال. حلو، شاركونا آراءكم مشاهدينا، بعدنا منتظرين تعليقاتكم. وقبل أن نبدأ حلقتنا خلينا نروح نشوف هذا الطقس والأجواء في عموم العراق. طبعا انا كل الكلمة الشهيرة مالتنا كل يوم متفائلة. انا متفائلة. دتكسر متفائلة لانه الجو صار له كم يوم يعني صراحة بالعافية بالعافية. لا 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 العراق. ما 33 بالضبط. نبدا حاط الطقس من بغداد، ودرجة الحرارة اليوم في بغداد 33 درجة مئوية، من مشمس الى غائم جزئي، من المتوقع ان يكون غد 34 درجة مئوية غائم، وبعد غد 35 درجة مئوية مشمس. اقصى درجات الحرارة من الممكن ان تصل اليوم في بغداد الى 35 درجة مئوية. والموصل، درجة الحرارة اليوم في الموصل 32 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 33 درجة مئوية ممطر، وبعد غد 31 درجة مئوية أيضا ممطر. أقصى درجات الحرارة من الممكن أن تصل في الموصل إلى 34 درجة مئوية. والبصرة، درجة الحرارة اليوم في البصرة 36 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد وبعد غد 37 درجة مئوية أيضا مشمس. أقصى درجات الحرارة من الممكن أن تصل في البصرة اليوم إلى 40 درجة مئوية. وختام هوية أربيل،
درجة الحرارة اليوم في أربية 30 درجة مئوية من مشمس إلى غائم جزئي، من المتوقع أن يكون غد 31 درجة مئوية ممطر، وبعد غد 30 درجة مئوية أيضا ممطر. أقصى درجات الحرارة تصل اليوم في أربيل إلى 33 درجة مئوية. كانت هذه حالة الطقس في عموم العراق، والأجواء ممطرة في الموصل وفي أربيل. أي ما شاء الله تبارك الرحمن، السيدة شوف حتى مطر. شفتي يعني معناها تفاؤل ما كان. لا لا شو مو قلنا لكم رح تكسر، شفتوا صرنا شهر نقول احنا من بداية الصيف نقول حتكسر، ده تكسر هسه بدأت تقل. وطبعا من حالة الطقس ننتقل إلى سؤالنا التفاعلي حلقة اليوم، واللي يتكلم عن الطعام. يرتبط وجود الطعام مع أغلب المناسبات السعيدة اللي نعيشها بحياتنا، فعند الاحتفال بالزواج لابد من وجود الطعام، عند التخرج أو الاحتفال بأعياد الميلاد، أو حتى عند زيارة الضيوف، فلابد أن تمتد السفرة بأشهى وألذ المأكولات. ولهذا فهنالك الكثير من الأشخاص يعتبرون الطعام هو وسيلة للتفريغ عن طاقاتهم السلبية، كل ما يشعرون بالقلق أو الحزن مباشرة يتوجهون للمطبخ لتناول المزيد من الأطعمة. وأكيد ما نقدر ننكر أيضا أن هنالك أطباق معينة بالأخص تخلينا نستمتع بتذوقها ونفضلها عن غيرها. من هالموضوع حبينا نشارككم موضوع حلقتنا، واللي هو هل الطعام يمثل مصدر للشعور بالسعادة بالنسبة لك؟ وما هو طبقك المفضل؟ خلينا نشوف رأي الشارع العراقي باستطلاع من أربيل مع ميلان. يسعد صباحكم بالخير والبركة، ويا رب يومكم مليء باللحظات السعيدة. هناك مقولة تقول: لا يوجد حب مخلص أكثر من حب الطعام. ومقولة أخرى: لطالما يوجد طعام في فمك فكل الأمور قد حلت في الوقت الحالي. والكثير والكثير من المقولات عن حب الطعام والتلذذ به، وللسعادة مصادر عديدة والبعض يجدها في الطعام. فأنا اليوم حبيت أسألكم: هل يمثل الطعام مصدر للسعادة؟ وما هو طبقك المفضل؟ مشاهدينا خليكم وياي بهذا الاستطلاع. يعتبر الطعام مصدر للسعادة؟ أكبر سعادة بالنسبة إلي، ولو أنا مسوية قص معدة يعني شيء كلش أحبها بالدنيا اللي هي الأكل. بالنسبة إلي من أطلع أي مكان أو أي مشوار، إذا ما أروح للمطعم أو ما أكل شيء اللي أحبه ما أشوفه سعادة، ولا متونسة ولا طالعة. يعني بالنسبة لي هو الطعام اللي يكمل طلعاتك، صحيح؟ بالضبط. طيب من تجوعين شو تسوي؟ أنا يصير عندي شوية حالة استريا، يعني أتعصب وأنسى أنا وين، واللي أشوفه قدامي يتعصب منه عادي، هيك يصير عندي. إذا شيء قليل معكونة بس. طيب أنت هم تتعصبين من الجوع؟ أي أيوة والله كلش، هذا سيء على ماما لما سوى أكل إذا تتأخر. شنو أكلتك المفضلة؟ والله ماكو شيء مفضل، كل شيء آكل. أنا أقول لك الدولمة والمندي هذول أحبهم. تأكليهم بالأسبوع كم مرة؟ هواي، إذا ما يجيبون كلش أضوجي. يعني الإنسان إذا يكون جوعان ما راح يكون بطبيعته، طاقته راح تكون قليلة، يعني راح يحس بخمول بتعب، فما راح يقدر يسوي أي نشاط بشكل طبيعي. بينما من يكون شبعان يعني راح تكون عنده طاقة كافية، راح يكون مزاجه أو موده متعدل. أي. طيب هل انت من الاشخاص اللي تعصب اذا كنت جوعان؟ اي والله، يعني احنا من خصوصا العراقيين ما نعرف اذا من كل يوميه تمن ولحم، خصوصا التمن هاي وجبه رئيسيه عندنا. طبعا التمن يعني كربوهيدرات كلش مهمه لجسم الانسان. الأكل مصدر سعادة؟ إيه مصدر سعادة. هو مو دائما مصدر سعادة to be honest، لأنه فد مرة يعني من أوكي تعتبرين مصدر سعادة، بس مرات من تكسبين وزن بالمقابل مو مصدر سعادة أبدا. يعني لازم تخسري ما تعرفي شو تسوي، يعني at the end of the day الفت الهدوم وكذا. أي لما تسوين دايت ما تحسين إنه تعصبتي أو ضجتي لما تاكلين وجباتك المفضلة؟ من أسوي دايت لا، يعجبني أنام to be honest، هواية هواية يعني خلاص ماكو طاقة خلاص أنام وخلاص.
بس أنا بالعادة أسوي صيام متقطع. أي فبالصيام المتقطع شوي الموضوع يسهل لأنه أكو فد أبليكيشن بالفون فتسوين صيام متقطع وهو يقول لك شو وقت تاكلين وشنو اللي تاكلي فيسهل الموضوع عليا. والله حسب يعني على ما أوصل للبيت شوية نقنق شغلات بسيطة وأوصل للبيت يصير هجوم يعني. يعني أحب سوشي، أحب الأكلات اليابانية الهاي. أي أكيد. والله يعني بالنسبة لي أكيد يعني يعني مثلا الواحد إذا جوعان نفسيته غير شيء يعني يكون ضايج أو ما مرتاح مثلا. أي شيء طبيعي من يأكل تتعدل النفسية. أنا الطعام بالنسبة لي شيء أساسي، إذا أكون مزعوجة أروح أكل، مجرد ما أكل نفسيتي تتعدل، إذا أكون فرحانة أروح قبل على الأكل، فإنه شيء أساسي صار بحياتنا. طيب أنت من الأشخاص اللي تتعصبين إذا كنت جوعانة؟ كلش كلش، مش المكان حرفيا أسوي ممكن مشكلة، تلقيني إذا جوعانة وأريد أروح أني أسوي أكلة بإيدي لحد ما تخلص لحد يحكي وياي. والله هي الونسة بالأكل، الأكل من تاكل يعني ويا ربعك ويا ويا اهلك ويا عائلتك يعني هي ونسه، والونسه يعني بالاكل اكثر شيء. من الجوع تتعصب لو لا؟ من الجوع اي والله اتعصب، والله اقوم اصيح. اقوم اصيح اذا ماكو اكل. ايوه اي والله. طعام بالنسبه لك مصدر سعاده؟ اي. شلون من الضوجين شو تسوي؟ اكل. والله يعني مرات يعني اشتهي اكل او اكل يعني اي. نضوجين انتي دارك تروحين تاكلي؟ ايه. تتعصبين اذا جعتي؟ لا مو كلش. شنو اكلتك المفضلة؟ سمك. شكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم، وشكرا لك ميلان على اعداد هذا الاستطلاع. مثل ما شفنا نسبه كبيره من الناس يتحكم مودهم او حتى خلينا نقول قله الاكل بمزاجهم ويلقون السعاده بالاكل. طبعا لو نظرنا قليلا الى الابحاث العلميه راح نشوف انها تشير الى وجود الفرق بين الجوع الفعلي والجوع العاطفي. فما هي اسباب الجوع العاطفي وشلون يمكن احنا نتغلب عليه؟ هذا ما راح تعرف عليه اليوم من مدربه الحياه رندا القاسم. يسعد صباحك واهلا بك بصباحنا. صباح الخير. صباح النور. يا اهلا بك. بالبدايه خلينا نتحدث شنو هو الجوع العاطفي. الجوع العاطفي هو يعني هو له عدة أسباب. هو نحن عنا احتياجات، ست احتياجات نحن بحاجة نأمنها لحالنا، مثل التأكيد، التواصل والحب، التنوع، النمو. فوقتها أنت بيكون واحدة من الاحتياجات أو أكثر من واحدة من الاحتياجات تبعولك ما عم تقدر تأمنيها، بيصير الأكل مثلا بيصير عندك نوع من يعني أنت بتتكلي على شيء براتك ليعبي لك شيء هو جواتك. هلا في عده اسباب للجوع العاطفي، ممكن لانه هو الجوع العاطفي بيعطيك واحده من احتياجاتك، ممكن انه وقتها عندك كثير ستريس فالكورتيزول بيطلع كثير، هرمون الكورتيزول بيطلع عندك، اذا ضل الكورتيزول عم يطلع كل يوم كل يوم بتصير تحسي اكثر بالجوع، فانت تعودي هذا الشيء بتصيري تاكلي اكثر. فهو ستريس والفراغ العاطفي من جوا، وانه انت عندك جواتك مثل كانه في نقص بدك تعبيه، فبتلجئي مثلا كل واحد بيلجا لشيء، الاكل هو واحدة من الاشياء اللي ممكن تلجئي له لتعبي الفراغ العاطفي اللي انت عندك اياه جوا. طيب رندا شلون نقدر نفرق كبشر بين الجوع العاطفي والجوع العادي؟ يعني انا اذا جوعانه شلون اقدر اقول لا هذا جوع عاطفي سيطري عليه او لا انت فعلا جوعانه؟ اوكي، هذا كثير سهل وبسيط انك تعرفي الفرق. وقت انت بتكوني جوعانه فقت الصبح جعتي بتتروقي، يعني انت معدتك هي تقريبا بتقدر تاكلي قد قبضه اليد قبضه ايدك. اوكي،
فانت بتعرفي هذا الاكل اللي انت حطيتيه هلا اكلتي، بس مثلا تهضمي مش معقول انه بعد نص ساعه رجعتي جعتي، يعني مثلا تغديتي وخلصتي بعد ربع ساعه رجعتي جوعانه، يعني هيدا وقت تكوني انت مثلا 3-4 ساعات ما اكلتي وجعتي هذا شيء طبيعي، جوع عادي انه بطنك هضمت وفضت هلا لازم ترجعي تاكلي وقعه، ووقعتك انت بالعاده انه هي هالقد مثلا. اذا انت اكلت الوقعه تبعولك وخلصتي وبعد ربع ساعه نص ساعه رجعتي بدك تاكلي، هذا جوع عاطفي، هذا ما انه جوع طبيعي. فمنطقيا احنا منطقيا ايه، لانه كمان اذا مثلا انت اكلتي هذا الصحن وخلصتي وحسيتي شبعتي حطيتي صحن ثاني واللي هو ما لازم انت اصلا تاكليه لانه انت اكلتي حاجتك، كل شيء فوق حاجتك بيكون جوع عاطفي. حلو. طيب رندا ذكرتي العوامل في البدايه اللي ممكن انه تتحكم بالجوع العاطفي، هذه العوامل شلون الواحد يقدر يحددها انه عنده نقص بالعاطفه، عنده نقص في منطقه معينه بشخصيته ويحاول انه يغذيها؟ هو يغذيها بس هو ما يعرف شنو يغذي بالاساس، فشلون الواحد يقدر يكتشف النقطه اللي ناقصته على مود يغذيها بالطريقه الصحيحه؟ هي يعني معروفه، حتكوني اندر ستريس، يعني عندك ستريس كثير بحياتك، عم بتعصبي من الشغل او حدا عم بيحطك بهذا المحل، فانت بدك يعني انت مثل كانه كيف البيبي صغير وقتها بيبكي بتعطيه لهاي، سو انت بدك اللهاي تبعولك لحتى تحسي بترجعي بالشعور اللي انت منك بستريس. مثلا لا خلينا نقول انت زهقتي بالليل قاعده اكلتي تعشيتي وهلا ما عندك شيء تعمليه، مثلا بتبلشي بدك تتسلي بالاكل، بتروح بتفتحي كيس شيبس بتاكلي لك حبه شوكولا بترجع بتروحي على المطبخ، هذا جوع زهق، انت زهقانه. خلينا نقول انت صار عندك شيء عاطفي مثل تركك اللي بتحبيه وهلا انت بدك تنتقمي من حدا، مين بتنتقمي؟ بتنتقمي بحالك، بتصيري تروحي تاكلي، ليه؟ انت بتفكري انه انتقم بحالي بالاكل؟ هيك بيصير انه انا اي بدنا ننتقم من بدك اكل، بس احنا بحقيقه بدنا ننتقم من نفسنا. لا انت بدك تحسي بشيء سعاده، صح. فالاكل هو مصدر سعاده، بتصيري تروحي تاكلي. مثلا خلينا نقول انت فشلتي بعمل، ممكن انت شو بدك تعمل؟ تعودي عن الفشل كمان بتروحي بتاكلي. خلينا نقول انت نجحت بشيء، ممكن انت كمان يو ريورد يور سيلف، يعني بدك تكافئي حالك، يلا خليني احتفل واكل لانه انا حققت شيء كثير مهم. يعني هو الاسباب كلها اسباب عم تستعمليها لحتى توصلك لهذا المحل، انت ممكن انك تستعملي اساليب ثانيه لحتى مثلا اذا بدك تو ريورد يور سيلف تكافئي حالك يكون بشيء ثاني، مثلا تطلعي على سبا، تظهري مع صاحبتك، او مثلا اذا زهقانه بالليل مثلا فيك تنقي نوع الاكل شو تاكلي اذا جع بالك، او مثلا تحضري موفي او تحكي على التليفون، او في اشياء ثانيه فيك تعوديها، بس دائما اسهل شيء الواحد يروح ياكل لانه هي متعه من متع الحياه الله سبحانه وتعالى اعطانا اياها. صحيح. وبس انت تاكلي خاصه سكر وهيك اشياء عاليه بتطلع لك الاوكسيتوسين اللي هرمون السعاده، هرمون السعاده اللي انت ناقصك، بتطلع لك اياه شوي هيك، بتصير انت بدك اكثر منه شوي اكثر، لا بعلي باكل بعد لقمه او بعد شغله، وبتحسي انه انت مثل الاكتفاء، مثل كانه في شيء جواتك فاضي وانت بدك تعبيه، بس انت كيف بدك تعبيه؟ عم تعبيه بالاكل. صح. طيب بما انه بدنا نحكي عن اساليب اخرى نقدر احنا انه نخفف الاسترس عن نفسنا او حتى تو ريورد اور سيلفز مثل ما قلت لي انه نكافئ نفسنا على انجاز انجزناه، شنو هي طرق السيطره او علاج الجوع العاطفي؟ اول شيء وقتها تروحي على الجروسري ستور لتشتري اكل، انت ما تشتري تروحي انت وجوعانه، لانه اذا رحتي انت وجوعانه كل شيء اللي انت ممكن تتسلي فيه رح تشتري. صح. سو كلي وروحي على المحل تشتري اكل، ما النوع الاكل اللي ممكن انت تروحي تاكليه بالليل وقتها تزهقي ما تشتري، اشتري اشياء هيلثي يعني فيك انت تاخديها. خلينا نقول انه انت مثلا صار معك شيء، دائما الجئي لامور ثانيه، مثلا انك تختاري الصحن وتدقي لرفيقتك، تظهري من البيت تحضري موفي، انه انت يكون عندك وعي انه انا هلا عم بمرق بحاله نفسيه مش منيحه، كيف فيني اعطي حالي اللي انا ناقصني بطريقه غير الاكل. هلا نحن قلنا الكورتيزول بيكون عالي والاوكسيتوسين نازل اللي هو هرمون السعاده، كيف فيني انا طلع الاوكسيتوسين؟ هذا هو السؤال، ليش هو كثير شيء حلو انك تعطي حدا بتحبي، يعني انت اذا عندك اصحاب او شيء وقت العبط بس لمده شوي طويله بيعلي لك كثير الاوكسيتوسين، مثلا انك تاكلي مثل الشوكولا الغامق
افوكادو، في اكل اذا فيك تعملي يعني بحث بتلاقي انه هول الاكل هن عاليين بالمغنيسيوم، بيطلع لك الاوكسيتوسين بالجسم، ما بتقعدي تحسي هالقد انه انت بحاجه انك تاكلي زياده. فانت بيكون عندك وعي، هو اهم شيء الوعي بحالتك انه انا هلا بشو عم بمرق، وانا كيف فيني ساعد حالي انه انا ما اعلق بالاكل او انه ما ضر جسمي، لانه هذا الشيء انت بتدفعي ثمنه وقتها بتطلع على الميزان بتشوفي انه ما عجبك ما عجبك الرقم. صحيح رندا، يعني هو بالنهايه مايند سيت، يعني طريقه تفكير او برمجه يعني منذ الصغر. فالواحد شلون يقدر مثلا اذا عنده طفل بالبيت شلون يعرف اذا هذا الطفل كان يعاني من جوع عاطفي، اذا كان عنده احتياج معين الاب والام مو عارفين انه يسدون هذا الاحتياج، فشلون الواحد يقدر يشخص هذه الحاله في سبيل انه ينشا شخص خلينا نقول مستقر عاطفيا؟ انت برافو عليكي سالتي هذا السؤال، انا كنت بدي احكي عن الموضوع لانه ببلش الجوع العاطفي بين العمر 6 و7 و8. بيكون الطفل مثلا ما عم ياخذ احتياجه من اهله، خلينا نقول امه ما عم تعطيه اهتمام، او بيه ما عم يعطيه التقدير، او ما عم يعطوه اللي هو بحاجه له عاطفيا. فالولد بده يعبي هذا المشاعر بس ما بيعرف، البيت مفتوح والولد فيه يروح يفتح الخزانة ياكل أيمتى ما بده. لازم الطفل يتعود من هو صغير انه يسأل قبل ما ياكل. انا دربت ولادي وقت يكونوا صغار انه ما بياخذوا شيء من الخزانة او من البراد ما يسألوني اذا فيهم ياكلوا، لانه بدي انتبه وكون اكيدة هن شو عم بياكلوا. اذا بلشت تشوف ابني عم ياكل كتير اكل مثلا منه صحي، مثلا هلا اكل بعد شوي بروح بجيب سناك وبصير بده ياكل شيبس وشوكولا، لازم انا اعرف انه هيدا ابني او بنتي عنده نقص عاطفي. فاهم شيء نحن دائما بنحكي عن الحوار، انه اول شيء بتروح تعبط بنتها او ابنها لانه يمكن بحاجه لينحضنه، يكون في دائما تاتش. الام لازم تتعلم كثير تلمس اولادها وتحضنهم كل الوقت، فتاخده بحضنا مثلا تقول له ما هلا انت اكلت مثلا، ليه انت عم تاكل؟ اللي في شيء مزعلك، في شيء ضايقك، انت حاسس باي نوع من الستريس، حدا ضايقك بالمدرسه؟ يعني الام لازم دائما تدقق وتراقب اولادها بشو عم يمرقوا، لانه هن مش بس انت واجبك تعطيهم اكل وشرب وتبعتيهم على المدرسه وتشتري لهم ثياب. احتياجهم العاطفي هو رقم واحد لازم انت دائما تكون مركز عليه وتنتبهي دائما شو عم بيعملوا وشو عم بيصير. اذا انت كنت مثلا ام عامله، خلي اللي انت اذا عندك هلب بالبيت او في حدا بيهتم بالولاد دائما يكون كمان عم بيراقب الولاد، وكل يوم بالليل بتجي بتسالي انت شو اكلوا شو عملوا، يكون عندك يعني اول باول جدول انت ولادك شو عم بياكلوا وليه عم ياكلوا وشو اكلوا باي ساعه. فهذا الوعي للاهل لازم ضروري ليراقبوا اولادهم، لانه من الصغر اذا انت بلشتي عندك جوع عاطفي انت عمرك 6 بلشت تعبيه من انت وصغيره بهول الاشياء رح يروح معك على كبر، لانه انت عم تعودي جسمك انه كل ما بكون عاطفيا انا جوعانه بلجا للاكل. طيب ذكرتي رندا بكلامك انه اكو اطعمه معينه غنيه بالمغنيسيوم فور اكزامبل اللي هي ترفع عندنا هرمون السعاده فنقدر نلجا لها في حال كنا نعاني من الجوع العاطفي. سؤالي لك هو هل من ممكن انه احنا مثلا اذا اخذنا سبلمنت او مكمل غذائي المغنيسيوم او غيره من المكملات الغذائيه ممكن انه يرفع عندنا هرمون السعاده وهالشيء يقلل من الجوع العاطفي؟ اكيد اكيد، لانه انت وقتها بتتعبي بتطلعي هلا مثلا كيف بتطلع الهول، اذا وقتها انت بتساعدي حالك انك انت تعملي الاشياء اللي بتطلع لك هذا الكورتيزول، عرفتي كيف؟ فانت اكيد ما حتعودي تحسي هالقد انت بحاجه للاكل لتعليه، مثلا اليوغا بيطلع لك الكورتيزول، انت بدك تلجئي للاشياء اللي ممكن تطلع لك هالشيء لما تصير عندك تراكمات وبعدين تصير ترجع الى الاكل. كمان شغله بتطلع لك الكورتيزول انه وقتها بتنغرمي بحدا يعني وبعدين تتركي فترجع شكلك ينزلك. اذا انت بدك عندك شويه وزن بدك تنزليه ونغرمي بحدا بس نازله الوزن تسد نفسك ايه وبعدين اتركي. احنا شعب نحب الحب ايوه واحنا شعب يعني كلنا سعاده كلنا سعاده نحب الحب ونحب الاكل بنفس الوقت. طيب رندا ذكرتي انت موضوع انه اذا الطفل ما تم معالجته بهو يعني هو العمر صغير انه ينطول اهل الحب الكامل او الحب اللي غير مشروط، وصل مرحله معينه هذا الطفل لم تتم معالجته
وصار هو لازم يحل مشاكله بايده، شنو اول تصرف لازم يسويه؟ وهل من الممكن انه يلجا لدكتور نفسي او حتى لدكتور تغذيه؟ احيانا الدكتور التغذيه ينصح ببعض الاكلات ولكن هي تكون المشكله نفسيه، متى لازم هذا الشخص يلجا للدكتور النفسي او لمدرب الحياه؟ اول ما يكون صار عنده وعي انه مثلا صار اوبيس، يعني نصح مثلا خليني اقول كان طفل وشوي شوي صار يكسب وزن وفجاه صار ادلت وصار انه مثلا نفسيا ما حاسس منيح او عنده وزن زايد، هلا دغري بيلجأوا انه يروحوا عند الحكيم ليعملوا دايت او بيروحوا بقصوا المعدة وهيك. هو في روت كوز نحن بنسميها شيء اساسي لازم يتعالج قبل ما حتى نلجا لهوليك الاشياء، لانه قد ما ببرم وبضعف رح ارجع اوصل لنقطة ارجع انصح، لانه اللي عم بخليني انصح هو شيء عاطفي منه شيء يعني على السيرفس يعني من برا لبرا، هو شيء جواته لازم يتعالج. بس هو يحس انه حياته ما بقى حاببها او ما مناسبه هالوزن او ما مناسبه هو كيف، ما فيها شيء يعني لازم واحد كل حدا منا يكون عنده حدا يساعد. صحيح. بالنهاية الواحد لازم يكون هو السيد مشاعره وسيد قراراته الداخلية، مو إنه يخلي المشاعر هي اللي تتحكم به، هو يكون القائد لهذه المشاعر. بالزبط. رندا القاسم شكرا لوجودك بصباحنا، معلومات مهمة وممتعة والحديث أكثر من ممتع وياك طبعا أكيد. شكرا. رح نشوفك بحلقة ثانية، يوم سعيد. شكرا لكم. شكرا لك. وايضا من موضوعنا هذا من موضوع حلقتنا لليوم ننتقل الى فقره فنيه مختلفه. اقيم في محافظه الانبار بازار خيري للفن والابداع من اجل دعم النساء وتشجيعهن نحو الاستقلال المادي وصقل مواهبهن. فقد شمل البازار على حرف نسويه عفوا تنوعت ما بين صناعه المعجنات والحياكه والاكسسوارات وتصميم الملابس وتكثير الاشجار الظليه. وقد جاءت هذه المبادره بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وتنميه العجله الاقتصاديه في المنطقه. خلونا نتعرف على هذا البازار عبر التقرير التالي وراجع لكم اكيد. هذا البازار هو بالبداية فكرته دعم للنساء ذوات المهن وخاصة المهن البيتية، فصار هذا التجمع هو بشبه إعلام لعرض مواهبهم على مثلا شاشات التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنفس الوقت ضمننا بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، فأصبح هناك دعم للأطفال الأيتام من قرطاسية وملابس مدرسية وكذلك مسابقات وهدايا. فهذه البازارات هي عبارة عن ملتقيات للنساء من كافة يعني الطبقات المجتمعية منهم النازحين. هذه التجمعات النسائية هي تدعم بالدرجة الأولى النساء العاطلات عن العمل. أنا شغلي إن شاء الله الهاند ميد الكروشيه، حياكة عندنا الألعاب ملابس الأطفال، عندنا ملابس نسائية، مفارج، جناب، كل شيء تلقى عندنا متوفر عندنا بالبيج مالتي إن شاء الله. أنا اشتغلت ملابس أطفال، ملابس نسائية، مفارج، جناب، ألعاب، كوابة، كل حياكة كل على إيدي أشتغله. يعني أنا مثلاً عندي الألعاب أحب أشتغل بيها، فالقطعة طول عندي يوم واحد أكمل شغل بيها. الملابس يعني يوم يوم وين هيك، يعني كل قطعة وحسب شلون أحب أشتغلها حسب مجالي. هم جيت أخذ بنتي كم قطعة، لأن تعرف أنت مقبلين إحنا على الشتاء وشي شهرين هيك يجينا شتاء، وانا حبيت والله اشتري هاي الشغلات. انا كلش احب هذا الاحمر، هذا كلش حلو، عندك هذيك الباندا تماتين كلش حلوه، اي فان شاء الله نشتري كم شغلات. واحنا نشكر البنات اللي خطيه يعني تعبن وسوين كلش حلو، والله عاشت ايدين البنات والله. حين انا احب هاي الشغلات. We'll be right back.
مشاركتنا بالبازار كانت مشاركة كلش جميلة من الست أم ماركان. هاي طبعاً ثاني مرة سوينا بازار هنا داخل مجمع عامرية الصمود، وكانت المشاركة كلش حلوة. إحنا نساء يعني عندنا حرف يدوية داخل البيت، هنا طرحت لنا الفكرة، فكرة البازار هنا نعرض بيه منتجاتنا على مود العالم تعرفنا، ومنها دعم إلنا ودعم للأيتام والفقراء. بما أنه العام الدراسي الجديد قرب إن شاء الله، فسوت هاي الفكرة إن شاء الله على مود دعم الأطفال اليتامى. تقرير مليء بالفن، وفي حال حبيتوا أن تشوفون مشاهدينا تقارير سابقة لصباح الشرقية أو حلقات سابقة، من الممكن أن تروحون على الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، حيأخذكم مباشرة لصفحتنا عبر اليوتيوب. وأرجع أذكركم بهاشتاج حلقتنا اللي هو هل يؤثر الطعام على سعادتك وكيف؟ شنو أكثر التعليقات اللي شفتيها شاهد؟ شوفي مو أكثر، كل التعليقات صراحة الكل كاتب أنه إيه نعم يأثر، أكو كاتب أنه يأثر خاصة من تأكل الأكل المفضل الطير من الفرح. أنا وافقت الرأي، صدق أكو أكلات يعني كل واحد طبعا تختلف من شخص إلى آخر، بس كل واحد أكلته المفضلة تطيف نوع مميز من السعادة. هواي كاتبين إنه هم مسوين دايت فكلش ضايجين لأنه متبعين نظام غذائي معين، وهل شيء فعلا ما أدري إذا أنت مجربته ولا. أول فترة بالدايت تكون جدا مزعجة، صحيح الواحد شوي يكتئب، لازم يعني يبحث عن مصادر دوبامين مختلفة، يعني لازم ندور السعادة في أماكن أخرى، صحيح. بس هي فعلا أول فترة تكون صعبة، بس الحلو إنه ورا فترة راح ينتظم الموضوع وما راح تحسين بهذا الاكتئاب. شهد أكو خدعة الواحد يسويها أول ما يبلش دايت، ما لازم يقول أنه أنا بلشت دايت، لأنه أوتوماتيك العقل يبلش يصير خبيث، رأسا يذكرك أنه جسمك راح يدخل في مرحلة مجاعة، فأنا لازم أكل كل الأكل اللي موجود ولازم أحافظ على نفسي، فيدخل في صراع بين أنه أنا رح أحافظ على وزني والصراع الثاني أنه أنا رح أدخل بمجاعة. فأول ما تحاولون أنه تقررون تسوون دايت، يعني لا تخلون عقلكم يدري بالموضوع. نخدعة هواية كاتبين، بما أنه هسه إحنا فترة الصيف، كاتبين مثلا إذا أكل زلاطة ورقي وشربت نومي بصرة غير تنشنش، صدق تنشنش فعلا، يعني على الوصف أني نشنشت بصراحة. حلو بهالحر هيجي الرقي وشربت نومي بصرة، صدق يكون فظيع. شهد محمد كاتب، طبعا هو اللي يأكل كباب عروق وريحان وطماطم مثل اللي يضل على الدايت وبدون أكل. طبعا هذه يمكن الأكلات العراقية التقليدية هي اللي فعلا تنطينا سعادة، وبعض هذه الأكلات مرتبطة ب خلينا نقول بعائلتنا بلمة العائلة، فدائما الواحد حتى من يأكلها هو وحده يحس بشعور السعادة وتنتقل إلى أو يتذكر شعور السعادة اللي كان يحسها ويا عائلته. أيضا بعض التعليقات وصلتنا إنه الأكل يأثر على مزاجي، وبالأخص إذا ما كنت أكل لفترات طويلة أحس بتعاسة. اي فعلا انا صراحه انا هيك، انا قبل شويه كنت اقول لك تحت الكواليس انه انا من نوع لما اجوع مو بس تعيسه واعصب، ويعني اخلاقي كلها تتغير بصراحه والله لما اجوع مو انا صدق لك، انت وجوعان صح، صدق انت مو انت. طبعا واحده من التعليقات انه وصلتنا اكيد 90% من هرمون السيروتين ينفرز بالامعاء، فالواحد لازم يحافظ على الاغذيه اللي يتناولها. وبما أنه موضوعنا اليوم عن السعادة وارتباطها بتناول المأكولات، فراح ناخذكم بخبرنا المنوع لليوم ونحدثكم عن أهم الأطعمة اللي من الممكن أنه تمنحنا جرعات من السعادة عند تناولها. فقد كشفت دراسات علمية عن ارتباط التغذية بالصحة العقلية، أي أن هناك بعض الأطعمة تزيد من هرمون السعادة المعروف علميا بالسيروتونين، وتلك المادة الكيميائية التي تلعب دورا مهما في تنظيم مزاجنا واستقراره. وتمثل هذه الأطعمة مثل تناول الشوكولاتة الداكنة التي تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية للفرد بفضل مكوناتها الرئيسية المرتبطة بالشعور بالسعادة. كما ويعتبر الموز أفضل طعام للمزاج الجيد، فهو يلعب دورا مهما في تنظيم الحالة المزاجية بطريقة غير مباشرة،
ويعتبر أيضا جوز الهند غذاء يجلب السعادة لأنه مليء بالدهون الثلاثية اللي يمكن أنه تساعد على تعزيز طاقة الإنسان. كما أظهرت الدراسات أنه تناول حليب جوز الهند قد يقلل من القلق والشعور بالكآبة. وطبعا ما نقدر ننسى القهوة، حيث تشير الدراسات إلى أن استهلاك القهوة يرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بل بالاكتئاب. أما الأفوكادو فهو مليء بالعناصر الغذائية اللي تساعد الجسم أو تساعد جسم الإنسان بأنه تنظم جهازه العصبي ومزاجه بنفس الوقت. فدائما حاولوا أنه تخلون بسفرتكم الأغذية اللي تزيدكم سعادة واللي تتحكم بمستوى هرمون السعادة في جسمكم. بالفعل، وحلو أنه فعلا أكو أكلات هواية معينة مثل اللي ذكرتيهم هسه هي صحية ما تزيد وزنك وبنفس الوقت راح تمدك بهرمون السعادة اللي أنت تحتاجه، وخصوص القهوة. صراحة فنجان القهوة يعني ما يتعوض، أكثر شيء عدل المزاج. أكو هواية كاتبين أيضا أنه دليل على أنه الأكل اللي يأثر جدا على مزاجنا هو برمضان لما تكون أنت صايم. صحيح، ماكو احد يكون سعيد برمضان وهو صايم. صحيح، كلش قليل هالشيء. نسبه السكر تنزل بالدم وبالتالي انه الواحد يحس بنفسه انه هو غير مستقر. صح، يعني نفسيا غير مستقر بسبب قله الطعام وبسبب الاجهاد اللي يتعرض له وايضا الجفاف. اكيد، فشعور حلو كاتبين، فشعور حلو خاصه من انت ضايج وحدك تقعد تتفرج لك على فيلم او مسلسل تحبه وتوصي على اكل، متعه وشعور حلو صدق. هذا من احلى الاجواء صراحه، خصوصا لما انت كان يومك طويل انه انت تقعد تطلب اكل. وهو مو غلط، احنا ما نقول انه احنا ما ناكل، ولكن ناكل اذا ما كان وقت اكلنا واذا ما كنا فعلا جوعانين لازم ناكل وجبه كامله. ممكن انه نستبدل السناكس اللي احنا ناخذها بوقت الافلام اللي هي مثلا بوب كورن، تشيبس، النمنميات اللي احنا نسميها، هاي الاشياء اللي ناكلها بوقت مشاهدة الأفلام، ممكن إنه إحنا نستبدلها بأشياء صحية ثانية. حتى تشيبس رولا صار أكو منه مثل الخضروات، يكون يعني هي خضرة ولكن مشوية. حتى طريقة شوي التشيبس مختلفة، تكون صحية جدا أو حتى بنفس اليوم مشوية. واحنا هنا دورنا بصباحة شرقية ننوه دائما انه لازم الواحد يحاول انه يتحكم بمشاعره ويتحكم باحاسيسه. مثل ما ذكرت ضيفتنا اليوم، احيانا الواحد لازم يفرق اذا كان هذا الجوع عاطفي او جوع عادي. اذا جوع عادي فهو مجرد ما انه الواحد تناول الوجبة اللي مسموحة له وراها ما شعر باي مشاعر ثانية، هذا الجوع العادي. اما اذا اكل الوجبة وبعدين حس انه هو يحتاج انه ياكل اكثر فهذا جوع عاطفي ولازم انه الواحد يتحكم به. في حال انه عندكم جوع عاطفي حاولوا انه تتوجهون لمدرب الحياة او الدكتور النفسي يساعدكم على أن تنظمون مشاعركم، بالأخص الأشخاص اللي يعانون من جوع العاطفي منذ الصغر. صح. ورولا، أنا أحس صراحة أنه الأكل، دائما أقولها عندي من صديقاتي المقربات يعانون من الجوع العاطفي، دائما أقولها أنه إحنا الأكل إذا أكلنا بهاللحظة ممكن أنه أنا إذا مكتئبة صدق راح يرفع لي هرمون السعادة وأحس بشعور أفضل، ولكن على المدى البعيد هو راح يزيد اكتئابي ما راح يقلله، لأنه أنا هم من راح أكون هم مكتئبة وهم سمنانة. يعني مكتئبة وسمنانة تو ماتش، هيك راح يزيد الاكتئاب. فإحنا لا ناخذ السعادة الوقتية اللحظية. صحيح، وننسى أنه إحنا بعدين راح نندم على كل شيء بدنا أكله. وما ننسى شهد البدائل الصحية، أحيانا الواحد يعني يقدر يحضر الوجبة الصحية حتى لو يقدر يخلط بالأكل، أنه يحضر له وجبة صحية ويرتب الأكل، يحط به معون حلو، يحاول أنه يكثر الألوان. هذا الشيء يساعد أنه الواحد أنه يتناول هذه الوجبة، إضافة إلى ذلك ما يخرب الدايت مالته أو ما يخرب نظامه الصحي. نعم. طبعا من هذه المواضيع شهد راح ننتقل إلى رفقة من استوديوهاتنا في أربيل. يسعد صباحك رفقة. رفقة وزين ويانا اليوم. يسعد صباحكم شهد ورولا، وصباح الخير على كل مشاهدينا. طبعا للطعام تأثير على نسبة السعادة، أنا أتفق مع هذا الشيء. والدليل على ذلك أن البعض من الأشخاص ممكن يلجؤون للطعام لما تكون حالتهم النفسية متوترة أو غير جيدة. صحيح. والبعض الآخر تشوفهم لما يجوعون فممكن رأسا تتأثر حالتهم العصبية ويصيرون رأسا أعصاب وممكن يضوجون. فهذا أكبر دليل على أن الطعام ممكن يأثر على نسبة سعادتنا. صحيح. ولكن بعض الأحيان لازم نوازن، حتى وإن كانت سعادتنا ممكن مقترنة بالطعام، بس لازم نعرف إحنا شنو قاعدين ناكل وشنو قاعد ندخل لنظامنا الصحي. لأن بالتالي مثل ما ذكرت شهد بأنه إذا إحنا زيتنا شوية بفترة معينة وكانت نفسيتنا مو زينة، فبعدين راح نضوج لأنه زاد وزننا ممكن. صحيح. فهذا الشيء يعني أتفق بي ويا شهد، أنتوا شنو رأيكم؟ صحيح. طيب رفقة، أنت من النوع اللي مثلا لما تطوجين تاكلين أو لما تفرحين تاكلين، لو الأكل مو كلش عنده يعني ارتباط دايركت بمشاعرك؟
أنا صراحة مو من الأشخاص اللي يحبون الأكل هواية، وساعاتي ما تقترن بالأكل للأمانة، بس مرات تعرفون فجأة بدون أي سبب ممكن بفترة معينة يزيد أكلنا، وأنا أعتقد بأنه أكثر شيء ممكن يأثر على حالتي النفسية لما تكون غير جيدة من أنواع الطعام هو الشوكولات أو الدارك شوكولات، فهو خيار صحي يعني حتى إذا تناولناه فممكن إحنا ما راح يزيد وزننا، بس بنفس الوقت ممكن يرفع من هرمون السعادة. حلو، شنو رأيكم؟ حلو، شنو رأي زين؟ يلا نصبح على زين، يسعد صباحك. صباح الخير عليك يا رفقة، وأيضا شهد ورولا، وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. الأكل أكيد ما يختلفون عليه اثنين، موضوع الأكل أكيد يحسن المزاج، وإحنا أكلنا واختيارنا لطعام أكيد راح يأثر بالنهاية على مزاجنا اليومي. اللي أعرفه أنا علميا هذا الشيء مثبت. الأطعمة اللي تحتوي على السيروتونين والدوبامين هاي تحسسك أنت بالراحة وتنطيك سعادة، فبالتأكيد إذا واحد خلى هاي الأطعمة أو الأطعمة اللي تحتوي على أو تحفز هاي الهرمونات من إنتاج هاي الهرمونات قد تكون مفيدة جدا. فعلى أساس هذا الشيء إحنا لازم نعدل روتينا اللي خاص هو اللي خاص بالطعام، ونعرف إذا إحنا مزاجنا شوية هابط شو وقت نتناول الأطعمة اللي راح تحفز إنتاج هذا الهرمون. حلو زين. ورفقة ذكرت رفقة إنه شنو رأينا بالشوكولات إنه ما تزيد الوزن، فعلا إذا كانت 90% فهي ما تزيد الوزن، وإذا كانت قطعة صغيرة، ولكن إذا إحنا الكميات كانت جدا كبيرة فأكيد راح يزيد وزننا. طبعا إحنا فقراتنا انتهت من استوديوهاتنا في دبي، مستمرين متابعين معكم أكيد من استوديوهاتكم في أربيل. شكرا لكم، يومكم سعيد. يومكم سعيد رفقة زين. شكرا لكم بنات، شكرا لكل الفقرات اللي قدمتوها من استديوهاتنا في دبي، ومكملين وياكم مشاهدينا، ونصبح عليكم من جديد من استديوهاتنا في أربيل. ونرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي بأنه هل الطعام تأثير على نسبة سعادتك، وكيف ممكن هذا الشيء؟ إجابة السؤال هذا مشاهدينا راح تكون عن طريق صفحة الشرقية على الإنستغرام، عن طريق الكيو آر كود اللي راح يظهر لكم أسفل الشاشة. شوف تعليقات زين. التعليقات اللي دا تجي على هذا السؤال، طبعا تعرفون احنا نحب الاكل، واكلنا دسم دسم ويحتوي على كربوهيدرات. همينة علي كاتب بالنسبة لي لما اكل الدولمة اللي تسويها امي احس نفسي طاير من السعادة، واني متأكد انه همينة هذا يحفز الهرمونات اللي تخليني اكون اني مرتاح أثناء الأكل أو بعد الأكل. ما هي الفكرة يعني إحنا سعادتنا ممكن تكون ويا الأكلات اللي بيها دهون اللي تكون دسمة، ولكن هي علمياً هذا ممكن يزيد نسبة الاكتئاب. اكتئاب بس من الوزن. إحنا نشعر بالسعادة. أحد الأشخاص ذكر الأفوكادو والفواكه أيضاً ممكن تزيد نسبة السعادة عندنا. الأفوكادو فعلاً واحد من الأوبشنز اللي ممكن تكون مفيدة وأيضا صحية. زينب همينة كاتبة الصراحة لما أكل بيتزا أو البرجر مع أصدقائي يكون قمة السعادة، غير أنه الأطعمة مثل ما قلنا قد تحفز إنتاج بعض الهرمونات، هي أيضا اللمة الحلوة مع الأصدقاء ومشاركة الطعام تخلي الواحد يحس براحة وتشارك الأفكار والحديث عن الهموم والأحداث اليومية. إذن مشاهدينا احنا مستمرين وياكم، تقدرون تعلقون على سؤالنا التفاعلي لهذا الصباح، لكن راح ننتقل الى موضوع ضيفنا لهذا اليوم. احيانا كثيرا نتوجه للمطبخ ونبدا بتناول العديد من المأكولات دون الشعور بالجوع، وناكل بكثره ولا نعرف ما هو السبب، وهذا ما فسرته بعض الدراسات التي تشير إلى أن التوتر النفسي أو الجسدي يؤدي إلى فتح الشهية وتناول الطعام الغني بالدهنيات والإفراط في تناول السكريات أو كليهما معا. إذن ما هي العلاقة بين الحالة النفسية والإفراط في تناول الطعام، وكيف يمكن التحكم في كمية الطعام عند تغيير الحالة المزاجية؟ هذا اللي راح نتعرف عليه اليوم من ضيفتنا اختصاصية التغذية رغد جومرت. رغد يسعد صباحك رغد، نورتينا بصباحنا. صباح الخيرات، صباح الانوار. خلينا نشارك سؤالنا التفاعلي رغد، وهو احنا بدنا نحكي على الاكلات وهذا موضوعنا يعني وياك اكيد راح يكون، فهل بعض الاكلات ممكن تزيد من شعورنا بالسعاده، وشنو هي هاي الاكلات؟
أكيد يعني الله خلقنا الأكل حتى نشعر بالسعادة. يعني يعني تناول الطعام هو فد غريزة بالإنسان وغريزة عند يعني المخلوقات الحيوانات أيضا، بس بالإنسان فتشي بها مميز إنه تنطينا سعادة. فد يعني إحنا حتى لما نمتنع أثناء صيام رمضان الله حرمنا من فد شيء حتى نعزز شيء آخر، فإذا هو نوع من أنواع السعادة. أكيد ومية بالمية وأتفق ويا الجميع إنه أكو أكلات تنطينا سعادة بزيادة وأكو أكلات لا، لكن الطاقة اللي تنطيني إياها الأكل راح تصلح لي كل هرموناتي وبالتالي أشعر بطاقة وتجدد ونشاط وحيوية وأكون سعيد. طيب إذا نحكي ندخل بصلب الموضوع، ما هي الأطعمة رغد اللي اليوم إحنا ممكن نتناولها أو طبيعة الطعام اللي ناكله حتى تتغير حالتنا المزاجية إذا كنا في وضع أو في حالة نفسية مو زينة ممكن تتحسن؟ تمام، شغلتين يأثرون هواية على الهرمونات، لأنه أساساً هرموناتنا تتكون إما من الدهون أو من البروتينات. فإحنا هالشغلتين لما نأكلهم راح يأثرون على هرموناتنا. البروتينات أقصد بها لحوم، بيض، لبن، حليب، كل هذا لو تناولته أني أخذ مقدار كافي خلال يومي بالتأكيد هرمونات السعادة مالتي راح تبقى أوكي بليفل معين. الشغلة الثانية اللي هي الدهون، الدهون الصحية هواية تتحكون على أفوكادو، أفوكادو الناس هواية تحب الأفوكادو أو ترفع من روحهم المعنوية الأفوكادو. هذا الشيء صح ومثبت علميا، لأنه نوعية الدهون الموجودة بالأفوكادو يعني دهون صحية وتأثر تأثير مباشر على هرموناتي، فتنطيني هذا الدعم وتنطيني هذا إفراز الهرمونات يكون يوصل للبيك. شنو دهون صحية؟ مكسرات، حب شمس، تمام، حب شمس، حب رقي، حب الطيخ، كل هذه، حب اليقطين هذا الأبيض الكبير، كل هذه حبوب تحتوي على دهون صحية. أفوكادو، زيت زيتون، زيتون هو بحد ذاته كل هذه دهون صحية. فإحنا لو سمعت من كلامكم أنه هواية من نكون عصبيين تعبانين نروح أكل دسم، ليش أكل دسم؟ لأنه يحتوي على الدهون. فأني لما أجي أكل أكل دسم يحتوي على دهون صحية هذا فشي كلش إيجابي، عززت من الروح المعنوية، عززت من هرموناتي. أما لو أجيت وأكلت أكل بدهون غير صحية مثل إيش؟ مثلا ضربت لي لفتين قص، تشريب باقلة فوقها هذا الدهن المقلي، تمام؟ قوزي على تمن وأكلت هواية من اللي كثرت بالدهون السيئة أو بالدهون المشبعة، مرة بعد مرة مرة بعد مرة كل نظام هرمونات عندي بجسمي يقفل، يتبدل يتغير يصير غير فعال. حتى لو أكل الدهون صحية ما راح يشتغل زين، أبقى بهاي الدوامة ودائرة إنه أني مشتهي فتشي حلو، مشتهي فتشي دهين، أو مشتهي فتشي مالح. هواي هاي نسمعها إنه ملح، دهن، سكر، هي هاي واحد من الأكلات اللي دائما تخلينا إنه أني مثلا مودي مو زين كيس شيبس، بالضبط، مودي مو زين كولا، مودي مو زين قطعة شوكولات، كيت كات، مارس، نستلة، whatever. جميل. هذا الموضوع ممكن يكون مقترن تعرفين بالحالة النفسية. شايفة مرات لما يكون الشخص مر بحالة نفسية غير جيدة لفترة معينة، فحتى تلاحظ عليه إنه زاد وزنه بسبب الأكل. شنو هذا السبب؟ تمام. يعني شنو هذا السبب بالإفراط؟ صار عندنا إفراط. حكيتي في كلمة كلش حلوة إنه أنا مو من اهتماماتي أو يعني إنه آكل. قبل شوي تحكيون يا جماعة دبي، فتشي هذا معناها أنت هرموناتك كلش ستيبل، كلش بالنورمال ليفل، يعني المستويات الطبيعية. من صار عندنا إفراط بأي شيء دخلنا موضوع مرضي، صار فت حالة مرضية، حالة نفسية مرضية، أو حالة صارت هرموناتي، صارت أمعائي، ممكن تكون قولاً عصبي، دماغي بدأ الهرمونات والأعصاب وكل هاي الكيمياويات اللي بدماغي بدأ بيها خربطة. فهنا صار عندنا لازم نراجع أخصائي نفسي، لازم نراجع أخصائي تغذية أو طبيب تغذية حتى يساعدنا بهالموضوع. المحيطين، العائلة المحيطة، لما أنا عندي طفل أو طفلة أو حتى مراهق، خاصة المراهقين نحس يبدي عندهم هاي الحالة، بالضبط، تعبان، مالل، ملل، عندهم حالة ملل مثلاً، قاعد فترة طويلة دي على بلاي ستيشن أو على اليوتيوب أو أي شيء، فصار عنده حالة مثل خمول أروح للثلاجة. فالمحيطين بهذا الشخص هم اللي لازم ينبهوه، لأن أحياناً الشخص ذاته ما يحس بهاي المشكلة. طيب حتى نحكي شوية عن الشق النفسي همينة من هذا الموضوع، شلون ممكن التوتر أو الحالة العصبية يعني والقلق تأثر على نمط الغذاء وفتح الشهية أو أنه
واحد يقول نفسيتي مزودة ما أقدر تمام. أكل أنواع التوتر، لو نعرف التوتر شنو هو، يجي أدنى الستريس، يكون ستريس جسدي، يعني أني مثلا عندي لا سامح الله عملية، عندي مرض، عندي كانسر، عندي فتشي مشكلة بجسدي. أو اللي هو التوتر العاطفي، صار عندي مشكلة، صار عندي مثلا مصيبة لا سامح الله، فقدان عزيز أو غالي، هاي كلها مشكلة نفسية. المشكلة الثالثة اللي هي اجتماعية، صار عندي مشكلة ويا مديري بالشغل، صار عندي مشكلة ويا أستاذي بالجامعة، هاي كلها تحفز لي أنه إما أبطل أكل، وهذول الناس همين حالة مرضية تشوفهم ما يأكل، يضعف 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 إلى أن يصير عنده فقر دم، يصير عنده فقدان بالشهية، أنوركسيا نسميها، أو هذول الناس اللي نهائيا ما يأكلون، أو بالعكس نروح اللي هو إفراط في الأكل وزيادة بالوزن. فهذه غالبا نحتاج إلى معالج نفسي أو طبيب نفسي. تمام، يعني بساعد، يعني مجاور للأخصائي التغذية، لازم يكون عندي أخصائي نفسي، ولا نتردد، لا نتردد انه نراجع، خاصه احنا مجتمعنا كلش هاي ثقافه الطبيب النفسي صحيح. او المعالج النفسي كلش ضعيفه، في حين هي ممكن يعني مشاكل، خاصه مشاكل الوزن، تكون كلش حلها بسيط بمثلا فد ثيرابي معين، فد علاج معين. واحد من هاي العلاجات اللي هو التامل. احنا مجتمع سريع، مجتمع حتى يعني عندنا تنمر على الناس اللي تكون هادئه، يقول لك شوف هذا هادئ، شوف هذا مثلا على الموجه البطيئه، هواي نسمع هذا الكلام. تنمر على الناس الهادئين، هم الناس اللي هم منعزلين شوية، عايشين حالة روآن. إحنا نقول للأسف المجتمع العراقي يعاني من فقدان حالة الروآن، فبالتالي هواي يصير عندنا مشاكل نفسية ومشاكل بالوزن. واحد من هاي المشاكل هي الأكل العاطفي، أفرغ كل طاقتي السلبية أو فتشي أنا المشكلة اللي عندي أو المايند سيت مالتي التعبان، يعني برمجة دماغي تعبانة نتيجة أي شيء، ضغط حياة، تاكسي وابو تاكسي اللي هو جد ممكن يكون يعني شغله بسيط بس هو متعب ومرهق، استاذ جامعي، حضرتكم هنا بالكادر اللي وراء الكواليس، الضغط والتوتر اللي هو الناس اللي على الهواء، كل هذا هو اشياء بسيطه بس تاثر تاثير مباشر على هرموناتنا وعلى نقول كيميائيه الدماغ. ممكن يصير عندي هسه انتم مثلا عندكم شد التوتر، انتم اون يعني اون اير طلعتوا، ممكن واحد يتعارك ويا الثاني، ممكن دايركت تروح نطلب وجبه كلش كبيره بسبب الشد العصبي اللي شد العصبي بده يصير. فلا نتردد انه نطلب مساعده المعالج النفسي او اخصائي النفسي. جميل. طيب رغد، احنا خلينا نركز على فئه الاطفال والشباب. تمام. فئه المراهقين ايضا، هذول دا نلاحظ بالفتره الاخيره الجيل الحالي دا يصير عنده سمنه. تمام. بسبب الاكل. تمام. هذولا شلون نسوي كنترول عليهم؟ شنو دور الأهل؟ هل دور الأهل كافي أم هو لازم القرار يكون ذاتي من ذاتهم يعني؟ تمام. للأسف بالعراق من يعني آخر 5 سنين مسوين إحصائية وزارة الصحة بتعاون مع WHO، 20% من أطفال العراق هم زيادة بالوزن overweight or obesity، عندهم سمنة، شيء كارثي، رقم كارثي. وهذا زيادة إنه نتيجة إنه زيادة تحول الحالة الاقتصادية بعد 2003 وتغير النظام والسوشيال ميديا، كل هاي الأشياء فكاتبين الأسباب. العلاج يبدأ بالأهل. يعني أنا نادر ما أشوف طفل سمين وأمه وأبوه نحيفين، نادر. تبدأ من الأم والأب، أو مثلا طفل سمين والأم والأب عندهم فد نظام صحي أنه نقعد على الميز، نطبخ طبخ بيت، نادر ما نشوف هذا الشيء. وإحنا كشعب عراقي يعني اصلا الاهل يساعدون الطفل انه ياكل اكثر حتى يشوفوه هو سمين، يعني هو يعني كعلامه جمال يشوفوها. عشت ايدك يعني من عمر سنه اذا هو الطفل نحيف وابنك ضعيف، هاي واحد هواي اسمع، او انه اذا ما يكون هو خروف هذا مو يعني مو طفل، لازم نقرص به وخدوده وزنوده وهالاشياء كلها. لا يعني يعني كلش للاسف انه ليتر اون هذا كله سكري، كله امراض قلب. احنا مو بس يهمنا كسمنه او كشكل، لا احنا ما بعد السمنه وهاي تبعات السمنة. طيب رغد، أنت ذكرتي نقاط مهمة جدا، وواحدة من أوقات اللي ممكن واحد يفرط بها في الأكل هي أوقات المتأخرة من اليوم أو حتى بعد الساعة 12. واحد أكو عنده فضاوة أو عنده وقت وقاعد ما عنده شيء، يفتح الثلاجة ويبدي يختار الأكلات، أو قد يطلبها منه دليفري. شنو هي البدائل الصحية لواحد عنده شهية مفتوحة خصوصا في أوقات متأخرة في الليل؟ تمام. حتى نعالج طبعا هاي مشكلة يعني disorder ومثبتة علميا، وهواي أكو ناس مصابين بهاي المشكلة. حتى نعالج أول طريقة نعالج هاي المشكلة هو لازم يتريق،
الريوق الصباحي كلش ياثر لي يوم بعد يوم يوم بعد يوم، في غضون اسبوعين راح هواي يفرق عندي تناول الطعام اثناء الليل. فاذا اول شيء راح يكون عندي ريوق صباحي، ريوق صباحي ببروتين لازم خلال كل وجبه من وجبات اليوم، يعني انا عندي ثلاث وجبات زائدا ممكن يكون سناك خفيف، ثلاث وجبات لازم ثلاث وجبات بيها لحوم سواء سمك دجاج لحم احمر، لازم يكون عندي هاي البروتينات حتى تساعدني يعني بالليل يكون امورنا افضل وتكون اختياراتنا افضل وصحيه تكون اكثر. يعني معلومات جدا قيمه رغد، والموضوع حلو، ويعني هو اذا حكينا به يمكن منا الباكر ما راح يخلص، يعني أكيد. الموضوع اكيد مطول ومتشعب ومهم جدا ايضا. نتمنى انه نناقشه وياك بحلقات ثانيه اكثر واكثر. نورتينا بالاستوديو، شكرا لتواجدك ويانا. شكرا لك رغد. اذا مشاهدينا نذكركم احنا بسؤالنا التفاعلي لليوم، هل الطعام تأثير على نسبة سعادتك وكيف؟ نقرأ بعض التعليقات اللي تجينا. حسين كاتب أني أنا أكل، أنا كل ما أشرب شاي بعد الغداء أحس براحة كبيرة خصوصا إذا كان الشاي عراقي مضبوط. هذا بسبب احتوائه على الكافيين. بس هو الشاي يعني صح احنا كشعب عراقي كلش نحبه، ولكن تعرف بانه الشاي اذا يعني اذا شربناه مباشره ورا الاكل يشيل كل الحديد اللي احنا اخذناه من غدائنا، فهو يعني شيء غير صحيح. اكو مرات احساس يكون عند الاشخاص، لكن هذا الاحساس مو شرط يكون صحيح ولا يكون صحي. بالضبط. احنا عادات اكو عندنا نشرب الشاي او نشرب المشروبات الغازيه بعد الاكل الدسم. بالضبط. قد تكون متعارف عليها او متعارف عليه هذا الموضوع انه بس هي عادات غير صحيه. بس هي عادات غير صحيه. بالضبط. بالضبط اكيد. احد الاشخاص ذاكر البروتين ومصادره من البيض وكذا، وموضوع الريوق وتكرار الوجبات بشكل صحيح هذا حيساعدنا على الشعور بالسعاده بشكل اكبر. يعني مشاهدينا اليوم الآراء اختلفت، وبما أنه للسعادة مصادر عديدة فإن أداء التمارين الرياضية الجماعية من أبرز الأسباب اللي ممكن تجلب لنا المشاعر الإيجابية بين الأفراد وتساعدهم على التخلص من الطاقات السلبية، حيث تعد التمارين الرياضية مشاهدينا أحد شروط الحياة الصحية السليمة. ولهذا السبب فاليوم راح ناخذكم ويانا بجولة من داخل إحدى الصالات الرياضية لمعرفة أبرز أنواع التمارين الرياضية الجماعية من الكابتن جوليا مباشرة مع عزيز. يسعد صباحك عزيز. صباح الخير. صباح الخير على كل الزملاء الموجودين بالاستوديو، وصباح الخير على كل الناس اللي يتابعون حلقة صباح الشرقية اليوم. طبعا احنا اليوم موجودين بالجيم حتى نتعرف على مجموعة من التمارين لكن بصورة جماعية. اليوم التمارين اللي عندنا هي التمارين الجماعية اللي نقدر نسويها احنا واصدقائنا، بس لازم يكون واحد من هذول الاصدقاء او فد ثلاثة أو اثنين من عندهم تكون عندهم دراية بهذه التمارين حتى يتم أداء هذه التمارين بصورة صحيحة. اليوم احنا ويانا الكابتن جوليا اللي راح تساعدنا بالتعرف على هذه التمارين. يسعد صباحك كابتن. صباحك خير، أهلا فيك كابتن. اليوم بدنا نحكي احنا او راح نحكي عن التمارين الجماعيه. شنو هي التمارين الجماعيه؟ التمارين الجماعيه هي تمارين مسميه كلاسز اكسرسايزز، يعني بتتم ضمن الفتنس استوديو. هي التمارين بشكل عام هي انوجدت للناس اللي بتحس بروتين اثناء اداء عمل او تمرين فردي، مثل تمارين الحديد مثلا، تمارين فيه مده طويله ممكن يحس الشخص بروتين ما عنده تحفيز كافي، فتم اختراع هذا النوع من الكلاسات اللي بيتم فيها العمل ضمن جروب جماعي بنفس الوقت بنفس التكرار بنفس الشدة، كل الناس عم يشتغلوا مع بعض تحت إشراف كوتش طبعا، وبيكون فيها أغاني وتحفيز، فبتعطيهم يعني نوع من القدرة الأكبر على الأداء نتيجة الموتيفيشن اللي بيحسوه ضمن الكلاس. زين، بس نجي نتعرف على أنواع هذه التمارين، وريد نشوف حتى لو فد تمرينين نقدر نستفاد من عندهم. شنو انواع هذه التمارين؟ بشكل عام نحن عندنا ثلاث انواع لهي التمارين. الكلاسات اللي بتعتمد على الكلاسات الهوائيه، خلينا نقول العمل الهوائي، بتحسن اللياقه القلبيه والتنفسيه اللي هي تمارين الكارديو. هي التمارين خلينا نقول انه هي بتساعد عندي على زياده معدل الحرق، مثل تمارين الدانس كلاسز، البودي اتاك، البودي كومبات، خلينا كمان
نقول كل التمارين اللي فيها هيت وكارديو. النوع الثاني هو الكلاسات اللي بتعتمد على دمج التمارين الهوائيه مع التمارين اللاهوائيه، فبصير عندنا نحن دمج بين اللياقه القلبيه التنفسيه وتمارين المقاومه، هي للناس اللي ما بيحبوا انه يخسروا كتله عضليه، فهي التمارين بتشتغل على بتحاكي تماما تمارين الحديد والجيم، بتشتغل على حرق كميه من الدهون او سعرات حراريه وبنفس الوقت شد عضلي وبناء كتله عضليه جيده جدا وشيب جميل للجسم. فمثل خلينا نقول الكروسفيت، مثل البودي بومب، الكلاسات سترونج باي زومبا، هدول كلهم كلاسات بنستخدم فيهم مقاومة. وفي عنا النوع الثالث اللي هو الكلاسات اللي بتعتمد على المديتيشن والاسترخاء والمرونة، مثل كلاسات ستريتشنج واليوغا. جيد جدا. زين، هسه احنا نريد نشوف تمرين حتى وان كان يجوز هذا التمرين يعني بيفد صعوبة معينة او بيفد فد تكنيك معين، صح؟ اي اكيد. هلا تمرين الديد ليفت لازم يكون انا عندي بار بالوزن المناسب لقدرتك العضليه، الاقدام تماما او بدايه الاقدام تحت البار، لازم هنا بيحبك في علامتين هون محددين على البار، الاصابع انا بحدد المسافه اللي انا بدي اياها تمام واللي بتناسبني، بمسك البار بشكل جيد، دائما الطلعه لازم تكون في استقامه بالظهر، الاكتاف للاعلى، الطلعه بالبدايه من الاجرين والحوض، بعدين بصير في استقامه كامله بالظهر، ونرجع منعيد بهيدا الشكل. طبعا هيدا التمرين بصير بتكرارات وتيمبو شده معينه إلى علاقه بالغنيه اللي بيكون عم يشتغل فيها الكوتش، يعني لازم تكون الحركات التمارين موافقه لايقاع الاغنيه اللي عم يشتغلوا عليها تماما. هذه التمارين بمرور الوقت صار اكو اقبال عليها من الناس بصوره كلش كثيره، شنو السبب؟ السبب مثل ما حكينا سابقا انه فعلا في ناس ممكن تحس حالها ما عندها تحفيز كافي انه هي تشتغل هي التمارين، بتحس بملل، بتحس بروتين، فدائما العمل ضمن الجروب ضمن الجماعه بيزيد التحفيز، بخليهم يشتغلوا اكثر، يعطوا اكثر، يكملوا تمرينهم. كمان ممكن تكون هي سبب اليوم لدائره من العلاقات الاجتماعيه والمعارف الاجتماعيه، غير لما واحد يفوت على الجيم ويشتغل لحاله هو عم بيكون منعزل نوعا ما، فهي بتسبب حالة نفسية جميلة جدا للاعب وبنفس الوقت صحة يعني ولياقة وكل شيء بده اياه. زين، هذا التمرين اللي سويناه قبل قليل نقدر نسويه بصورة جماعية. أكيد. صحيح. هو أساس هذا التمرين، يعني خلينا نقول مو أساس بس حالات، إحنا مثل ما نقول إحنا عراقيين حالات هذا التمرين من نسويه بصورة جماعية حتى نستفاد من عندنا كل إحنا الأصدقاء. أكو تمرين آخر نقدر نسويه؟ أكيد. نحن عنا مجموعة من التمارين اللي رح تحاكي هلأ كامل الجسم. هلأ اللي اشتغلناه نحن تمرين إجرين، هلأ رح نشتغل تمرين بيحرك عنا عضلات الظهر والكتف. بنحط الإجرين بهذا الشكل مسافة متباعدة قليلاً، عنا انسناء خفيف بالركبتين، عم استخدم بند مقاومة، إيدي بهذا الشكل، بدي أطلع للأعلى وانزل للأمام بهذا الشكل، الظهر في استقامة ومائل قليلاً إلى الأمام. بهذا التمرين أنا عم شغل عضلات الأبر باك والشولدرز وعم استخدم فقط مقاومة جسمي والبند. زين، هذا التمرين هم بيفد وحدات معينة، يعني هسه نقدر مثلاً ثلاثة سيت ب15 عدة أو هيك؟ أكيد. هذا الشيء بيلعب خلينا نقول يعني الرتم اللي عم يشتغل فيه الكوتش، هو بيدير هذا الموضوع، ممكن يشغلون يا ثلاث ستات ممكن أقل حسب يعني الأغنية اللي عم يشتغلوا عليها، لأنه هي لنا تمارين خلينا نقول هي من 30 لـ45 ثانية مش يعني على تركات ميوزك معينة. جيد جدا. سلبيات وايجابيات كل التمارين يجوز بها سلبيات وايجابيات، يعني خصوصا انا يعني مو مختص في هذا الموضوع بس مثل يعني من سامع من الاصدقاء او المدربين انه طريقه اداء التمرين بصوره صحيحه، ومثلا صديق تعرض لمثلا اصابه معينه بسبب طريقة أداء اللي كانت يجوز غير سليمة. تمام. فشنو هي الإيجابيات والسلبيات؟ هلا إيجابيات حكينا عنها سابقا، إن الموتيفيشن والعمل الجماعي وهالقصة،
اكسرسايز هي ايجابياتها كثيره فعلا، ولكن بالنسبه لسلبياتها هي كلاسات قلنا بنشتغل فيها كلاتنا نفس الريتم نفس التمارين، فما في عندنا استثناءات ضمنها. لهيك نحن ما بننصح ابدا اي شخص عنده اصابات معينه مثل الديسك مثل اوجاع المفاصل انه يفوت عليها، لانه فيها شده عاليه وفيها نط احيانا. كمان ما بننصح الناس اللي عندهم امراض قلبيه او ارتفاع بضغط الدم انه يفوت عليها كمان، لانه ممكن تسبب اذيه. سيدات الحوامل مثلا فيها يعني اي ناس عندهم حالات صحيه معينه يفضل انه يخبروا الكوتش قبل ما يفوتوا، لانه ما بننصحهم يفوتوا على هذا النوع من الكلاسات. كابتن قبل ما نرجع ما عندك اي اضافه بعد؟ خلاص احنا اليوم خلصنا حصص التمارين. صحيح. شكرا لك كابتن جوليا، وشكرا على كل اللي قدمتيه بهذه الفقره الجميله. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم يسعد صباحكم. مشاهدينا الكرام، ويعني احنا بالتاكيد وصلنا وياكم لنهايه هذه الفقره، واكيد اتركم ويا زملاء الموجودين بداخل الاستوديو حتى يكملون باقي الفقرات، واني نفس كل مره لازم اروح اتمرن حتى احافظ على صحتي، وبنفس الوقت احاول قدر الامكان اتخلص من كل الطاقه السلبيه الموجوده عندي. هذه عوده للزملاء بالاستوديو، مع السلامه. عزيز شكرا. شكرا لك عزيز. هاي المعلومات المفيدة والقيمة، وشلون ممكن واحد يستفاد من هذه التمارين أكيد. الرياضية بشكل عام، ودائما يكون عندنا الموتيفيشن حتى احنا حتى اذا ما رحنا للجيم على الاقل نسوي بعض من هاي التمارين داخل البيت او ب يعني ابسط الامور ممكن احنا نسويها هي المشي لمسافات قريبة تكون بحينا او داخل البيت حتى انه بس حتى نحرق السعرات الحرارية. اكيد. وممكن ايضا يخلصنا من الطاقه السلبيه، بما انه احنا بدنا نحكي على التخلص من الطاقه السلبيه، ممكن فهذه الرياضات بكل انواعها واشكالها فممكن تكون خيار صحيح حتى احنا نتخلص من كل هذه الطاقه. مشاهدينا، هذا تذكير بالسؤال التفاعلي بانه هل الطعام تاثير على نسبة سعادتك وكيف ممكن هذا الشيء؟ راح نشوف بعض من تعليقاتكم اللي موجودة على صفحتنا على الانستغرام. نور، الأكلات اللي بيها مضادات الأكسدة مثل التود والشوكولاتة الداكنة فعلا تساعدني حتى أكون أهدي وتخفف أهدأ أو تخفف أيضا التوتر عندي. ومهند من كاتب من أكل أكلات غنية بالبروتين مثل البيض واللحم أحس نفسي مركز أكثر ومزاجي يتحسن لأنه الجسم يفرز دوبامين أكثر مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة. بالضبط. أحد الأشخاص ذاكر الخضروات والفواكه، وأيضا ذاكرين هواية شوكولات بأنواعها، بس إحنا ننصح بالدارك شوكولات. صحيح. ومثل ما ذكروا البنات بأنه على الأقل لازم يكون نسبته من 70 إلى 90% حتى ممكن ما يأثر علينا بالسلب، فهذه أحدى الخيارات اللي ممكن نزيد من نسبة سعادتنا. جميل. إذا عدة خيارات حتى إحنا نحس بالراحة، وممكن يكون أكو شغلات غير الأكل. مشاهدينا، هاي انتقالة إلى أخبارنا المنوعة لليوم. تخيل أنك تتبضع أثناء النوم، هذا ليس بحلم وإنما حقيقة حدثت مؤخرا مع امرأة بريطانية تدعى إليسا، حيث أنها أنفقت 6000 جنيه استرليني أي ما يعادل 8000 دولار أثناء نومها على شراء العديد من الحقائب والملابس ومستلزمات التجميل دون أن تدرك. وبعد حين تبين أن أليسا تعاني من حالة مرضية نادرة وغريبة للغاية تجعلها تقوم بعملية تسوق بتكلفة مالية كبيرة جدا أثناء النوم، حتى وصل الأمر إلى إنفاق آلاف الدولارات. وهذه الحالة المرضية هي كانت ملازمة لأليسا منذ صغرها، فبالبداية كانوا عائلتها يشرحون لها حالتها المرضية حتى قامت جدتها بتسجيل مكالمتها التي أجرتها أثناء النوم. ومن بعد محاولات وبعد ما حاولت عائلتها التكيف مع حالتها حتى وصل إن زوجها حاول إيجاد حل لهذه المشكلة، فقام بحذف كل تطبيقات التسوق من عندها، ثم نقل أجهزتها الذكية بعيدا عن سريرها حتى إنه أخفاها، ولكنها كانت تجدها دائما أثناء النوم. المشكلة ما انحلت، لكن الخبر هو كلش غريب انه واحد يتسوق. لا، هو كلش غريب. غريب بالنسبة للرجال. أنا شوف هي همينة ممكن
هاي تكون نوع من حجة هسه يشوفوها البنات يقولون احنا كنا نايمين ده نتسوق وما نعرف هذا الشيء. بس فعلا ممكن يتحول موضوع الشوبينج يعني من حب إلى هوس بعض الأحيان، وخاصة عند النساء ممكن بعض الأحيان فترة تجيهم على الحقائب، ممكن على شوزات يعني، فممكن هذا الشيء طبيعي يصير عند المرأة. بس هاي الحالة أكيد يعني هاي الحالة مرضية تكون نادرة جدا، لكن قد يتم استغلالها بأمور أخرى، وأكيد ما نتمنى يصير أكيد هذا الشيء. أكيد زين، أنا وياك راح ننتقل لخبرنا التالي. ومشاهدينا، يوتيوبر يقع في مأزق ليجد نفسه مواجه دب ضخم بداخل جحره بصربيا. فقد نشر مؤخرا يوتيوبر شهير يدعى ستيفان على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين من الفيديو وثق بها اللحظات اللي واجه بها هذه اللحظات الاستثنائية اللي عاشها ويا دب بني ضخم أثر دخوله إلى جحره في صربيا، حيث قال ستيفان إنه أمضى 24 ساعة بالغابة وهاجم دب بالصدفة. وظهر ستيفان في الفيديو الأول وهو جالس داخل جحر الدب، بينما كان الحيوان المفترس ينظر إليه ويحاول التعرف عليه. وقام الدب ببعض الخطوات نحو الجحر ثم غادره، ليتمكن ستيفان من الخروج من هذا الجحر بسرعة كبيرة. وفي مقطع الفيديو ظهر ستيفان وهو يصعد إلى أعلى الشجرة، بينما كانت بعض الدببة الفضولية تحوم في المكان حوله. ويبدو أنه أحد الدببة حاول هز الشجرة بينما ينظر إلى ستيفان. وبمجرد ما نشرت فيديو ستيفان على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان على حافة الحياة، حصد الفيديو على عشرات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات قليلة من نشره. يعني هذا الخبر الغريب، هذا الغريب والمخيف، يعني المخيف مرعب في نفس الوقت. فعلا يعني احد الاخبار المرعبه. الحمد لله على سلامه ستيفن، الحمد لله على سلامته فعلا. يعني هو شايف هاي من يقولوا لك نجا باعجوبه، بالضبط هو فعلا نجا باعجوبه. اذا بالانتقال الى خبرنا التالي مشاهدينا، اكتشاف حجر عنبر نادر ككنز ثمين بعد عقود من استخدامه كسدادة باب. في واقعة مذهلة وغير متوقعة، اكتشفت سيدة مسنة في قرية كولتي جنوب شرقي رومانيا أن الحجر الذي استخدمته كسدادة باب في منزلها هو في الواقع قطعة نادرة من حجر عنبر تقدر قيمته بأكثر من مليون دولار أمريكي. وعثر على الحجر الذي يزن 3.5 كيلوغرام في مجرى مائي بالقرب من قرية كولتي، وقامت السيدة المسنة بجلبه إلى المنزل واستخدامه كوسيلة لإبقاء الباب منزلها مفتوحا دون أن تدرك قيمته الثمينة. على الرغم من تعرض منزلها للسرقة، فإن اللصوص لم ينتبهوا إلى هذا الحجر، مما يعكس مدى غموض وقيمة هذا الحجر الذي كان جزءا من حياتها اليومية. ويبرز هذا الاكتشاف قيمة الكبيرة لحجر عنبر كمادة نادرة ذات قيمة تاريخية وعلمية. فعلى الرغم من أن الحجر ظل مختفيا لسنوات كسدادة باب وكأداة بسيطة، إلا أنه الآن يعتبر من أعظم اكتشافات العنبر عالميا، وقيمته تبلغ مليون دولار أمريكي مثل ما ذكرنا. هذا هو الحجر، مراد يكون أكو هواية كنوز مخبأة بالمنازل العالم ما تحس بها إلا بعد وقت طويل جدا، أو مرة حتى بعد وفاتهم العالم تكتشف أنه أكو حجر ثمين أو كنز داخل هذا المنزل. وهي إحنا دائما نسمع هيك أخبار يعني فجأة بالصدفة يعني يلقون فت كنز معين، حجر معين. فهذا أحد الأخبار المنوعة مشاهدينا. ننتقل لخبرنا التالي. وفنان روسي يحول السيارات المتسخة إلى لوحات فنية متحركة في أغلب دول العالم. ليس هناك أسوأ من أنه تشوف سيارة متسخة، لكن في روسيا الأمر مختلف مشاهدينا. فهناك من يتصيد السيارات المتسخة ليرسم عليها لوحة فنية، ما يمنعك من أن تغسلها مرة أخرى. فالفنان المدعو نيكيتا يحب اصطياد السيارات المتسخة ليخرج مهاراته وموهبته في الرسم، ويحول هذه الأدوات المعدنية
إلى لوحات فنية رائعة جدا. هذا الفنان يقوم بنشر صور السيارات اللي يرسم عليها بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت انتشار واسع وحصدت على كمية كبيرة من الإعجابات والتعليقات الإيجابية اللي أثبتت على موهبته في الرسم على هذه السيارات. يعني شوف مرات تشوف شيء قديم، شيء خربان، شيء متسخ، صح. ممكن نحوله الى فن. هذه احدى الطرق اللي استخدمها هذا الفنان. احنا موجودين، انا بس يكتبوا لك اغسلني حتى تغسلين سيارتك. بس اكو مرات اشخاص يفكرون بطريقه غريبه او اوت اوف ذا بوكس مثل ما يقولون، خارج الصندوق، فيحولون شيء قد يكون اصلا ما له قيمه الى مهنه وايضا موهبه جميله جدا. اذا مشاهدينا هاي كانت الاخبار المنوعه. نذكركم بسؤالنا التفاعلي ونقرا بعض التعليقات اللي دا تجينا على سؤالنا التفاعلي. أكيد. اللي هو هل للطعام تاثير على نسبه السعاده وسعادتك بالتحديد؟ ريم كاتبه بالنسبه لي الاكل الصحي اللي بيه كربوهيدرات مثل الشوفان يساعدني اكون بمزاج ثابت وطاقه تستمر طوال اليوم، لذلك احرص حتى اكل قليلا من الشوفان كل يوم وخصوصا الصباح. صحيح، هو صحي. احد الاشخاص ذاكر من المهم تقسيم وجباتنا وعدم صدمه المعده مباشره بوجبه دسمه واحده باليوم، فممكن هذا الشيء فعلا يكون فعال مشاهدينا. وشايف زين مرات لما احنا فجاه ما ماكلين وناكل وجبه خاصه اذا كانت دسمه، فممكن تشعرنا بالخمول وبالتعب، فممكن هذا الشيء احنا لازم نبتعد عنه. اكيد اكو عادات صحيه ممكن احنا هم مثل ما قالت خبيره التغذيه رغد جومرد انه بنحس انه اكو شيء مو طبيعي، ما نخاف انه نراجع الاخصائيين والاختصاصيين في هذا المجال. ومشاهدينا احنا نتمنى انه انتم هم يعني يكون عندكم صحه جيده وتتابعون وضعكم الصحي حتى تكونون في قمة السعادة وما تعانون من أي شيء. وإحنا فقراتنا لليوم انتهت، نتمنى لكم يوم جميل واستفادة من كل شيء إحنا قدمناه لليوم. مع السلامة. باي باي.